مشاهدينا الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة والمتميزة من برنامج بيت القصيد. في هذه الحلقة نستضيف هنا في الأستوديو معنا الشاعر السوري الأستاذ حذيفة الجابري. أهلا بك مجددا حذيفة، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. يا حي الله أستاذ مصطفى، كل شكر. أنا ممنون لك جدا ولهذه القناة الكريمة على هذه الاستضافة، قناة الرافدين. وحقيقة هذه القناة هي قناة الرافدين حقيقة، إذ رافداها العلم والثقافة، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. لا شك أنك تستحق حذيفة. حذيفة، في البداية دعنا نتحدث عن وجع الشاعر الذي يحمل المبادئ ويجد نفسه مضطرا لأن يخوض معركة المبدأ منفردا، وربما يجد الكثير من الصعاب في طريقه. حدثنا عن هذه الفكرة. والله أستاذي، بداية الشعر لا ينفك عن التجربة الإنسانية. نعم. فالشاعر هو ابن هذا المجتمع وابن الوسط، جزء من الحالة المجتمعية. صحيح، هو ابن الثقافة والوسط والسياق الاجتماعي الذي يعيش فيه. يعني أقول ستتصور أو ستتشكل تداعيات هذا المجتمع والحالة الثقافية والاجتماعية والسياسية على نصوص هذا الشاعر. نعم. أكيدا لابد. فلذلك عندما وخاصة في هذه الأوضاع أو في الأحوال التي تكثر فيها الفواجع والمآسي، فلا بد للشاعر أن يحتوي شعره على القيمة، وأن يوظف هذه ويتكلم عن هذه المآسي وهذه المواجع. ولماذا نقول الشعر؟ ما هو الشعر؟ الشعر هو المواجيد، هو أن تبث ما في نفسك وأن تتكلم عن ما في نفسك وأن تصف الأشياء وتصور الأشياء. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الشعر ديوان العرب. فالشعر هو ديوان العرب، وكما نعلم الأحداث والأخبار التي حدثت في الماضي وفي التاريخ نحن نستمدها غالبا من الشعر. ونأخذها من وأن تقول ما في نفسك استجابة وترجمة للظروف التي يمر بها قومك ويعيشونها. صحيح، بالضبط. نعم. واستجابة لهذه المشاعر وإجابة لما يطلبه طبعا عشاق هذه اللغة الجميلة ومحبو الشعر، سنذهب إلى أولى القصائد التي ستفتتح بها هذا العدد المتميز من بيت القصيد. إلى أولى القصائد يا حذيفة. نعم. تفضل، ماذا ستقرأ علينا؟ هذه قصيدة في فلسطين. نعم. ردها الله إلى حاضنة الأمة الإسلامية والعربية. بداية موفقة يا حذيفة، تفضل. نعم. أقول: أخبرت من شمس النهار رحيلا، أم هل عهدت من النجوم أفولا؟ لازلت أنزف في بلادي واقفا حتى اتخذت من الدماء طلولا. الله الله، أنا هاهنا العربي، أنا هاهنا العربي جذري ضارب عرضا بأرضي يا دعي وطولا. أنا هاهنا العربي جذري ضارب عرضا بأرضي يا دعي وطولا. ولئن طلبت على المقال أدلة، أأعز من جدث الشهيد دليلا؟ يا الله، يكفيك عن كل الوثائق مشهد الصاروخ يخشى الساعد المفتولة. يكفيك أن مجددا يكفيك عن كل الوثائق مشهد الصاروخ يخشى الساعد المفتولة، حتى تميز ذا السيادة والمقال الفصل ممن قد أقام دخيلا. فاعجب لأعزل قد تبختر عزة، واعجب لمدرع يسير ذليلا. فاعجب لأعزل قد تبختر عزة، واعجب لمدرع يسير ذليلا. سل غزة الأمجاد والقدس التي ردت جموع الغاصبين فلولا. سلها تجبك أأبصرت عند الردى كقتيل ذياك الفخار قتيلا. سلها تجبك أأبصرت عند الردى كقتيل ذياك الفخار قتيلا. الله الله. أم هل رأيت كمثلنا وكمثلهم خصمين يخشى القاتل المقتول؟ أم هل رأيت كمثلهم وكمثلنا خصمين يخشى القاتل المقتول؟ خصمين يخشى القاتل المقتول، نحن الذين توارثوا أوطانهم جيلا يقفي في الأصالة جيلا. تلقى القنابل والرصاص صدورنا بعناق ذي خل يريد خليلا.
حتى لتمتلئ السماء قذائفا شهبا ونملأ أرضها تهليلا. يا أيها الصبر الجميل لئن طغى ظلم الغزاة فلا أراك جميلا. يا أيها الصبر الجميل، أعد. يا أيها الصبر الجميل لئن طغى ظلم الطغاة فلا أراك جميلا. إني أسل من الترات قصائدي والسيف أجدر أن يرى مسلولا. والله. والسيف أجدر أن يرى مسلولا، والحق لا يؤتى بغير مهند جعلته ثارات الرجال صقيلا. والحق لا يؤتى بغير مهند جعلته ثارات الرجال صقيلا. هذا المهند الذي تريد له أن يصقل يا حذيفة، ما الذي يحتاج؟ ألا يحتاج إلى أيد متوضئة، إلى أكف صادقة ذات وعي ومسؤولية؟ نعم صحيح، طبعا لابد النصر له مقومات يا سيد. نعم. ولابد أن يذهب ويتخذ الأشاعر الذي قال ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. أحسن. فلذلك لابد لبغاة هذا النصر وطل ترجو النجاة ولم تسلك ترجو النجاة نعم فتح الله عليك ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. فلا بد لطلاب هذا النصر أن يأتوه من حيث يؤتى، وأن يطلبوه في مظان وجوده. أحسنت. كما قلنا النصر له مقومات، فإذا وجدت هذه الثلة وهي موجودة إن شاء الله، وهذه الأمة حية موجودة لا زالت قائمة، فإذا حين توجد هذه الثلة وتتخذ إليها سبلها فالنصر قريب لابد. لكن ما الذي ينقصنا باعتقادك يا حذيفة؟ ودعنا نكون صريحين مع أنفسنا بعيدا عن المبالغة بالأمل، ما الذي ينقصنا حتى نصل بأنفسنا إلى واقع أفضل بصراحة؟ والله حقيقة أن نعود إلى دين الله عز وجل أولا. أحسنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول، أو بمعنى الحديث لا أذكره بلفظه، لا يتم آخر هذه الأمة إلا بما تم، إلا لا يصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أحسنت. فلذلك أن نعود إلى ديننا وأن نتخذ القدوات الحقيقية في هذا الزمن التي تبدلت فيه القدوات، وأصبحت القدوة سلعة تشترى. نعم. وأصبح كل من شاء يتخذ من شاء قدوة. فلا بد أن ترانا على هذه الحالة التي تبصر. أحسنت يا حذيفة. ولكن عندما نتخذ القدوات الصحيحة، إذا الذي يتخذ صلاح الدين الذي فتح القدس قدوة فلا بد أن يفتحها هو أيضا. أحسنت. نعم. حذيفة، يعني سأذهب بك إلى سؤال مختلف نوعا ما قليلا الآن. يعني أنت من محافظة الرقة في سوريا، وتعلم الظروف التي مرت بها سوريا والألم الذي تكبده السوريون في سبيل تحقيق مطمح الحرية الذي لا يزالون عليه قائمين حتى يومنا هذا وساعتنا هذه. السؤال هنا عن فكرة الشعر في وجدان شاب لقي الأمرين. نتحدث هنا عن فكرة تغريب القصيدة في ظل الظروف الصعبة التي قد تمر بها الأمة. قد تجد مثلا من يكتب في مثلا لون معين من الشعر في ظل هطول القذائف على بني قومه وأبناء جلدته. لمثل هؤلاء ما الرسالة التي يمكن لك أن ترسلها؟ هل يمكن أن نعلق عليهم آمال؟ هل يمكن أن يهتدوا فيرتجعوا ويستفاد من تجاربهم في خدمة أوطانهم؟ نعم. صراحة قل ما تحب. نعم، أنا أعتقد أنه لا يمكن أن نملي على الشاعر ما يكتب، هذا ابتداء، وهذا عامة ومطلقا لا يستطيع أحد أن يملي على الشاعر ما يكتب. ولكن أيضا لا يمكن للشاعر أن يغض النظر أو ينطوي على نفسه، ينسلخ عن معاناة قومه أو ينفصل عنها. نعم، هذا لا يصح. صحيح، أن ينسلخ من السياق الذي يعيش هو فيه، وإلا ما فائدة الشعر؟ ولماذا يكون أديبا؟ ولذلك يا سيدي، الشعراء الذين وصلوا إلينا والذين يعلى ذكرهم في المنابر
هم الشعراء الذين تجاوزوا اختبار الزمن وكانوا أصحاب مواقف. بالضبط، أنا كنت سأقول ما تجاوزوا اختبار هذا الزمن إلا لأنهم كانوا أصحاب مواقف ومبادئ خلدت ذكراهم لكي نذكرهم نحن اليوم. أحسنت يا حذيفة، لكن إذا أردنا أن يعني نشرح واقعنا يعني بمشرط الحقيقة، مهما كانت صادمة هذه الحقيقة، ألا ترى أن المشهد الشعري العربي اليوم يعيش حالة من التغريب والنزوح عن ما ينبغي أن يكون إلى ما لا ينبغي أن يكون؟ نعم. ألا ترى أن هناك سيطرة لمثل هذه الحالة؟ صحيح، هو الإطلاق، أنا لا أتفق مع الإطلاقات أبداً. نعم. ولكن كنسبياً قد نقول أن الكلام الذي قلته صحيح، وهو صحيح بلا شك. فإذا بكل صراحة إذا أردنا أن نحصي الشعراء والأدباء الذين وظفوا قلمهم لفواجع الأمة، نعم، كمثلا فلسطين والأشياء التي تحدث في فلسطين والشام والعراق، لا يخلو مع الأسف لا يخلو بلد من بلاد المسلمين اليوم إلا وفيه فاجعة وفيه مآسي. فإذا أردنا أن نحصي الأقلام التي تسجل وتدون هذه الفواجع والمآسي وتحاول أن تستنهض الهمم لتزول هذه المآسي، فلن نجد عددا كثيرا مع الأسف. لكن الخير موجود طبعا، والأمل باقي. نعم، لا يخلو إلى شيء من الأمل بصورة الشعر وقصيدة جديدة. نعم. ماذا ستقرأ هذه المرة؟ من أي ألوان الشعر؟ سأقرأ قصيدة في المديح. خذنا إلى المديح. نعم، مديح النبوي أكيد. نعم، عليه الصلاة والسلام. تفضل يا حذيفة. يحدثني قلبي إذا زرت خاطرا حديث مسر بالملامة والعتب، فتجري إليك العين قبل دموعها وحسبي دموع العين شاهدة الحب، فعفوك عن صب مدحك جراءة ولولاك لم تحل الصبابة للصب. الله، لقد أسكتتني في هواك مهابة أحالت ذوي الألباب، لقد أسكتتني في هواك مهابة أحالت ذوي الألباب ذاهلة اللب. إيه. إذا سار بالأمم اللاتي خلون نبيها إليك انتسابي أن يكون غدا حسبي، تكاد شفاه الذاكرين محمدا لفرطي تكاد شفاه الذاكرين محمدا لجود حروف الاسم تخصب بالعشب، كأن فؤادي حين مروا بذكره فؤاد جبان أرغموه على الحرب. كأن فؤادي حين مروا بذكره فؤاد جبان أرغموه على الحرب. فؤاد جبان أرغموه على الحرب. إذا عنعن الراوي فقال محمد. إذا عنعن الراوي فقال محمد. فهذا رحيق الشهد يرشفه قلبي. الله عليك. لنا بالذي حدثت سر لذاذة على فهمها حارت فلاسفة الغرب، لعلي بها أنجو وإن كنت مذنبا وما كنت من حاشاك يأخذ بالذنب. الله الله، وأعلى أسانيد الرواة لدى الهوى إذا افتتح الراوي بحدثني قلبي. وأعلى أسانيد الرواة لدى الهوى إذا افتتح الراوي بحدثني قلبي. ما أجمل حديث القلب حينما يكون عن خاتم الأنبياء والمرسلين. لا فضفوك يا حذيفة، أحسنت شعرا وإلقاء وأحسنت بطرق باب المديح ولكن من زاوية مختلفة. حذيفة، قبل أن نذهب إلى قصيدة مختلفة أيضا من إلقاء الأستاذ خالد دغيم وهو يعني معلق صوتي ومحب للشعر حريص على إلقائه وعادة ما ينشر مقاطع من هذا القبيل المعنية بالشعر العربي، قبل الذهاب إلى هذه القصيدة أود أن أسألك، ألا ترى أنك تمزج ما بين فكرتين، فكرة الواقع الذي تعيش فيه ومفردات بيئة نحن إليها ألا وهي بيئة العصر الأموي أو العباسي؟ هل قال لك أحدهم من قبل مثل هذا القول؟ نعم، أعتقد ذلك. هي صراحة يا سيدي نفسية الشاعر. نعم. أو الشاعر وما يكتب الشاعر هو
إذا صح أن نقول عملية معقدة جدا. نعم. لأنه ممزوج أو هو خليط من الأشياء التي يتلقاها شاعر. أحسن. فالنص الإبداعي الذي يبتدعه هو في الحقيقة أكثر من عنصر أو مجموعة عناصر تلقاها من في مسيرة حياته تشكلت ونضجت بهذا الشكل فقدمها إلينا. أحسن. من إبداعه هو. فلذلك الشاعر ابن الـ 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 ابن ثقافته ابن قراءته، لذلك قالوا قل لي ما تقرأ أقول لك من أنت. فلذلك أعتقد أني أكثر من قراءة هذا الشعر، فلذلك انطبعت صوره وتخيلاته ومفرداته وتراكيبه على تتأثر على به فيحضر في نصوص. نعم صحيح. أحسنت يا حذيفة، متواصلون معك لكن سنتابع قصيدة أنا وأنت السادة المشاهدون الكرام. الآن مشاهدينا الكرام نخرج الآن إلى هذه القصيدة باستراحة شعرية قصيرة، ومن ثم نعود لضيفنا في الأستوديو هنا الشاعر السوري حذيفة الجابري. لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. نظرت فأوجزت العتاب بنظرة، ألقت علي اللوم ثم تخلت، قالت وملء العين منها حسرة، من للجراح النازفات بغزتي، من للطفولة قد تمزق قلبها، من للعيون الذارفات بدمعتي، من للطفولة في صبيحة عيدها ترمى بنار، يا لظلم الأمة، ألقوا عليها ثوب طفل علها أن تبصر الأحزان بعد الغفلة، في كل زاوية بقايا صرخة، دم وأشلاء وقهر رجولة، يستصرخون وليس فينا سامع، يستنجدون فأين أهل النخوة، أطفالها يتدرعون حجارة، هل تخمد الأحجار نار قذيفتي، لم يرفعوا لك راية يا قبحهم، ما أصعب الخذلان من ذي قوة، للغادرين لواء ذل، أبشري ويقال يا بئس اللوى والغدرة، يا قدس لا تبكي فأنت شموخنا ومزاج حب في دروع بطولتي، يا قدس يا مسر النبي تماسكي، منصورة ذا مأملي وعقيدتي، يا قدس لا تبكي فدتك قلوبنا، ليت القلوب تزيح بعض الغمة. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم ولمن التحق بنا في هذه اللحظات. معنا هنا في الأستوديو وضيف هذا العدد من بيت القصيدة الشاعر حذيفة الجابري من سوريا. أهلا وسهلا بك حذيفة مجددا. بالمهلي الله يكرمك. حذيفة من جديد إلى القصيد، إلى قصيدة جديدة. نعم تفضل. أفضلت. هذه قصيدة على مجزوء الكامل. ليتك ترفع صوتك قليلا أثناء إلقائها. نعم. تفضل. أقول الثأر لا ينفك في صدري على الطاغين ينمو، طلل له في قلبي المضنى يهيجني ورسم. جميل. للجاريات دماؤهم وكأنها في الكف وشم، يا أيها المبني لا سهوا يجر ولا يضم، يا أيها المبني لا، لا سهوا يجر ولا يضم، لا مخول في المجد يبلغ ما بلغت ولا معم، يا تارك المدح الأنيق بشخصه مدحا يذم، أو تاركي فخم القصيد وما جرى للفخم فخم، لله درك، لله درك منفة للنائبات أب وأم، نزر مقالك، نزر مقالك والفعال الشاهدات لديك جم، لله درك منفة للنائبات أب وأم. جميل.
نزر مقالك والفعال الشاهدات، لديك جم دقت وجلت لا يحيط بكنهها كيف، وكم أشانئك الساقيات، وإنك البحر الخضم. الله، عجبي يؤم الظالمون وأنت عدل لا تؤم. عجبي يؤم الظالمون وأنت عدل لا تؤم، وأنت شؤم للغزاة ومنك في أحشاه سم. مهلا لكل مهمة يا صاحبي رجل مهم. مهلا لكل مهمة يا صاحبي رجل مهم. مهم. جميل يا حذيفة. مهلا لكل مهمة يا صاحبي رجل مهم، أفدي لثام الحر عن وجه البطولة كم ينم. إيه؟ عبثا تميد المغريات وفوقها جبل أشم. عبثا تميد المغريات وفوقها جبل أشم، متسابق والموت أيهما على الطاغين حتم. أفأنت ترب للمنية يا فتى، أم أنت خصم، أم أنت هو الإباء وقد كساه دم ولحم. أم أنت هو الإباء وقد كساه دم ولحم. جميل يا حذيفة، جميل جدا. اضرب فداك النائمون، أمضهم ضيم وظلم. اهدم فبعض بناء هذه الأرض هدم. يا أيها المريخ لا يرقى إلى علياك نجم، نم هانئا فعلى جبين المجد من يمناك واسم. نم هانئا فعلى جبين المجد من يمناك واسم. وأنعم به من وسم ووسام يا حذيفة، لا فضل الله فاك، ما شاء الله عليك، متميز إلقاء ونصا وفكرا وفكرة، نص كبير وإن كان على مجزوء الكامل كما تفضلت. سنأخذ استراحة قصيرة الآن ومن ثم نعود إلى ما تبقى من أسئلة وشعر. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن وإياكم إلى فاصل قصير، بعده نذهب وإياكم إلى تتمة هذه الحلقة، فابقوا معنا. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم، لا نزال متواصلين وإياكم في رحاب هذه الحلقة المتميزة من برنامجكم بيت القصيد، رفقة ضيفنا هنا في الأستوديو الشاعر السوري حذيفة الجابري. مرحبا بك حذيفة مجددا، وذهاب إلى شيء من الحديث فيما يتعلق بالوسط الشعري وعولمة التقنية على الجيل المعاصر من الشعراء. ألا ترى أن التقنية ساعدت بعض الشعراء على الظهور وللأسف لم تساعد الآخرين، أم أن المسألة لها علاقة بالشعر واجتهاده؟ حقيقة هذا عامل مهم يجب أن ينظر إليه يعني، ولكن أعتقد في عوامل هي أكثر أهمية من هذا في موضوع ظهور الشاعر. نعم. أو شهرة الشاعر وبروزه. ألا وهي ما يقدمه الشاعر أولا، وعلى أنني لا أجزم أو لا أقول بأن الإنصاف موجود في الشعر، وأن الشاعر وتكفي بها أن الشاعر هو من يظهر وهو موجود. في الحقيقة هذا أمر قديم يعني، ليس جديد أستاذ. نعم. مصطفى، في العنصرية أو عدم ظهور الشعراء الأحق يعني. في عندك على سبيل المثال في شاعر أموي اسمه نصيب. نعم. هذا الشاعر كان شاعرا عظيما، وأعتقد أن الكثير لا يسمعون به ولا يعرفونه، حتى أن ابن سلام في طبقاته وضعه في الطبقة الرابعة مع عمر بن أبي ربيعة ومروان بن أبي حفصة. ما شاء الله. شاعر كبير، ولماذا لم يسمع به أحد؟
لأنه كان أسود البشرة فقط لذلك. نعم، حتى يروى أنه دخل مرة هو والفرزدق، هو كان معاصرا للفرزدق، دخلوا على عبد الملك بن مروان أو أحد الخلفاء الذين كانوا في ذلك الوقت، وغالبا هو عبد الملك، فأنشد الفرزدق قصيدته وأنشد نصيب، فأثنى الخليفة على قصيدة نصيب وأعطاه وأجزله وسكت عن الفرزدق. والفرزدق كما تعلم هو شاعر المعتد نعم بنفسه و... نعم. فخرج الفرزدق ماذا يقول؟ خرج يقول: وخير الشعر أكرمه رجالا وشر الشعر ما قال العبيد. يا إلهي. نعم، عنصرية في بيت شعر. صحيح، فلذلك سواد بشرته، وحتى هو يذكر في شعره أن سواد بشرته هو الذي لم يوطئ له موضع قدم في 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 التراث الشعري. نعم. فهذا وأمثلة كثيرة غيره. نفس الحالة موجودة في زماننا مع اختلاف الأدوات والأساليب والواقع. نعم، ولك أن تتخيل أن هذا التمايز كان موجودا في ذلك العصر الذي يعتنى فيه بالشعر، والشعر له نقاده وأهله الذين نعم يعتنون به وكذا. في ذلك كانت هذا التمايز موجود، فلا بد أن يكون اليوم الموضوع كذلك يعني. لكن التمييز الإيجابي شيء جميل. طبعا. ومن التمييز الإيجابي القصيدة الجديدة التي ستقرأها الآن، ما نعم رأيك؟ نعم، هذا التمييز الإيجابي الذي أعني، تفضل حذيفة. أتقت إلى البكاء والدمع شحا، وصوتك من نداء الركب بحا، أم الرمد ابتلى عينيك حتى شككت بأن يكون الصبح صبحا، فلما أن بصرت طويت عما رأيت لهول ما قد ريت كشحا، ففي الحالين لست بذي فؤاد جدير أن يريح الصدر بوحا. ففي الحالين لست بذي فؤاد جدير أن يريح الصدر بوحا، سوى أن تستدر من المآسي مزيدا يمنح الأشجان صدحا. يا إلهي يا إلهي. فلا ميتا أحالك ذا فتنعى، ولست مؤملا من بعد روحا، أخي لا يحفظ عني وصاة إذا ما مت مغتربا، فسحا فسح الدمعة اسكابا ثقيلا على من في أخير النزع أضحى، على رجل أو على ميت صريع في فراش تمنى ميتة في الحرب ذبحا. يا الله، أعد 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 يا حذيفة. على رجل، على رجل أو على ميت صريع في فراش تمنى ميتة في الحرب ذبحا، ودسا في تراب القبر وجها بشوشا لين القسمات سمحا، ألا دساه قبل تراه أمي، ألا ألا دساه قبل تراه أمي، فتجثو عنده لطما ونوحا، وميلا عجلا بالنعش شرقا، وقولا للفرات ألا تنحى لندفنه بأرض مر فيها هبوب من صبا الأحباب نفحا. يا الله. لندفنه بأرض مر فيها هبوب من صبا الأحباب نفحا، بأرض قد قضينا في ثراها من العمر القصير هناك ردحا، وقولا مات حنظلة الأعادي وموري جذوة الأحقاد قدحا، عليك سلام ربي كل حين أيبن الباذلين المال سحا. وقولا مات حنظلة الأعادي وموري جذوة الأحقاد قدحا، عليك سلام ربي كل حين أيبن الباذلين المال سحا. عليك سلام ربي كل حين يا ابن الباذلين المال سحا. وأنت كنت باذلا في هذه القصيدة أيضا يا حذيفة. دعنا نتحدث عن الذين يوطئون لأنفسهم موطئ قدم في التاريخ حينما يكتبون بالدم ويعززون ما قالوه شعرا من تضحياتهم التي يثبتونها قولا وفعلا أيضا. ماذا نقول في مثل هؤلاء من الشعراء، ومنهم مثلا عبد الرحمن سراج، ربما تعرفه وهو شاعر يمني استشهد وهو يدافع عن أرضه وبلده قبل حوالي 6 أشهر. صحيح، رحمه الله وغفر له وتغمده في جنانه. والأمثلة كثيرة طبعا من الشعراء الذين كتبوا بالدم قبل أو بعدما كتبوا بالحبر. صحيح يا سيدي، هي هذه هي الحالة الطبيعية، وهو المفترض أن يصدق الشاعر أقواله بأفعاله. نعم. يجب على الشعراء اليوم يعني
أن كما قال أبو تمام حين سئل قالوا له لماذا لا تكتب ما نفهم؟ فقال لهم لماذا لا تفهمون ما أكتب؟ فيجب على الشاعر أن إما أن يقول ما يفعله أو ما يمكنه أو ما هو في نطاقه، أو أن يكتفي بالفعل أو أن يكتفي بالتحرير. أحسنت. أحسن الله إليك. حذيفة، الآن سنذهب إلى حديث مختلف. ما الذي تتوقع أو ترجو أن تضيفه في ديوان الشعر السوري أولاً والعربي ثاني بشكل شخصي؟ بشكل شخصي؟ نعم. أنا عن نفسي بصراحة. نعم. ولك أن تجلد نفسك في الإجابة. حقيقة أنا الذي أأمله والذي أطمح إليه يعني أن يضيف شعري أو ما أكتبه أن يكون امتداداً للشعر العربي، الشعر العربي الحقيقي. أن يكون امتداداً. نعم. جميل. وخارج هذا كله أن يكون يا سيدي الشعر، وأن يكون في رسالة للشعر، في رسالة في هذا الديوان أو في هذا الشعر الذي رسالة أكتبه. قيم وأخلاق وحكمة. نعم. ومنها لذلك ولله در أبي تمام أيضاً حين قال، لذلك أنا أحبه لأني أبو تمام أستشهد دائماً بأقواله وله حكم. جميل جداً. حين قال ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم. والله. لذلك تخيل أن يكون كفى بشاعر شرفا أن تكون كلمته أو بيتا أو قصيدة من الشعر حرضت رجلا على فعل شريف أو على التضحية بنفسه أو على الإقدام أو على الشجاعة أو على الكرم. فلذلك أولا يجب أن يحتوي على قيمة، هذا الشعر يجب أن يكون ذا قيمة أولا. ثانياً أهدف إلى أن يكون امتداداً للشعر العربي، وأقصد بالشعر نعم. العربي عمود الشعر، وأنت تعلم عمود. أحسنت. عمود الشعر والذي جميل هذا الانتماء. نعم. وهذا من التمييز الإيجابي. صحيح. يراه كثيرون أيضاً. شكر الله لك. وأنت ذكرت لي أكثر مرة أنني أحافظ على الأصالة في شعري أو أحاول أن أحافظ على الأصالة في ولا شك في ذلك في وها أنا ذا أكرر قولي، أنت شاعر تحافظ على الأصالة فيما تكتب، شاعر يمزج ما بين الموروث والتراث وما بين المبتدع من الأفكار ويجمعها في قصيدته بحيث يبقى محافظاً على ما جاء به الأولون ومبدعاً فيما يتعلق بالفكرة التي يطرحها على أبناء قومه وهذا الزمن الذي يعيش فيه ويعيشون. حذيفة، الآن إلى سؤال ربما كان صادما وغريبا نوعا ما. هناك وقد يقول قائلهم ما الذي سيضيفه الشعر إلى المعذبين في زمن القذائف والصواريخ والظروف الصعبة التي تمر بها الأمة؟ لكم أن تهتموا مثلا بالأرامل أو بالمحتاجين، ونحن هنا لا يعني نستكثر هذا، بالعكس هذا أمر جيد، ولكن تجده دائما ما يضع الشعر بمقارنة وميزان حينما يفكر بدعم الشعر أو بالاهتمام بالشاعر. فكروا بالأرملة، بالطفل، بالمضطهد، باللاجئ، ولا تفكروا كثيرا بالشعر. ما الذي سيضيفه هذا؟ ألا ترى أن وضع الشعر أو الشعر أو الكلمة بمقارنة مع هذه الملفات التي لا ننكر أهميتها، ألا ترى أن فيه إجحاف وتقصير وإهمال، وللأسف يعني تقصير فيما يتعلق بالوعي وتخليقه في الوجدان العربي؟ صدقت. صحيح. كما ما الحل؟ كما قلت لك في البداية سيدي، الشعر لا ينفك عن التجربة الإنسانية. الشعر هو عنصر مهم من العناصر المشكلة لهذا الإنسان، ولنكون أكثر دقة الأدب بشكل عام. وهو كم نعم. لا الشعر والأدب لا ينفك عن هذه. نعم. لكن ما قصدت يا حذيفة أنا يعني هؤلاء الذين يفكرون بهذه الطريقة العجيبة نوعا ما، كيف لنا أن نواجههم فكريا؟ كيف لنا أن نقنعهم بأن الشعر والكلمة التي يقولها المثقف أيضا لها دور في منهجية تثبيت المواطن وتحرير الأوطان؟ إذا كنا سنحتج لهم فنحتج لهم نحن في بشاهد التاريخ. التاريخ هو أكبر شاهد يدعم ما نقوله من أهمية الأدب والشعر في 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 الحياة التي نعيشها. لذلك يا سيدي انظر إلى أكبر الثورات أو الثورات التي أثمرت وحققت نجاحا في كل العالم، الذي قام بها
بداية هم الشعراء والأدباء والمثقفون. لا يعني لا نبخس أحدا حقه. نعم. وكل فئات المجتمع المثقفة تشارك في الثورات وفي إصلاح المجتمع، ولكن لو نظرت ستجد للشعراء والأدباء دورا كبيرا عاليا. نعم. لا يمكن أن نغض الطرف عنه. أحسنت. يعني. ولنا بالنبي صلى الله عليه وسلم خير قدوة، فهو القائل أهجهم فداك أبي وأمي. نعم. أهجهم وروح القدس معك. نعم. لحسان بن ثابت. صحيح. على ما أذكر وأظن. إلى قصيدة ربما تكون مسكا للختام يا حذيفة، ماذا ستختار؟ سنقول في الغزل. خذنا إلى غزلك، اغزل علينا كما يقولون. أقول كمثلك لم أعشق وقبلك لم أغرى، وما للهوى نهيا أطعت ولا أمرا. جميل. تركت بأيام الصبا اللهو زاهدا، فكيف قضى بالشيب من نفسي الوطرا. هو الحب كالبحر المزاجي شاطئا، ينيلك مدا ثم يعقبك الجزرا. أنلني يا بحرا هدوءك ليلة، أنلك به من حر عاطفتي شعرا. أنلك به ما لو بقعرك من حصن تجاذب منه الهم لاشتعلت جمرا. وخدر لو أن الليث طوف حوله، إذا رملت أنثاه وانهتكت سترا. حما من حما عيلان أمنع جانبا. الله الله، حما من حما عيلان أمنع جانبا، وأرفع منهم في منافرة قدرا. كأني لما قد جشمتني صائد يطارد في أفناء مسبعة النسرا. أتيت لها والقوم قد أهدروا دمي، وقد حفروا لي دون حجرتها قبرا. أتيت لها والقوم قد أهدروا دمي، وقد حفروا لي دون حجرتها قبرا. فباتت على ريحي تجس أنوفهم، وأنفي يحسو من ترائبها العطرا. فباتت على ريحي تجس أنوفهم، وأنفي يحسو من ترائبها العطرا. كأن بخديها حياء من الذي يقبل عينيها بأعينه جمرا. فوا حسدي من عقدها الفاجر الذي يعانق لذات الحياة بها نحرا. فقالت رعاك الله يا خير سالك، فديتك للحب المفاوز والقفرا. فقالت رعاك الله يا خير سالك، فديتك للحب المفاوز والقفرا. فمن رام فيك العذل فلينطح الصفا، ومن كان ينهى عنك فليشرب البحر. الله، اعد اعد اعد، جميل جدا هذا البيت، متميز. فمن رام فيك العذل فلينطح الصفا، ومن كان ينهى عنك فليشرب البحر. أبا مضر وهي كنيتي، أبا مضر إما إليك علائقي، وإلا فطب نفسا أموت إذا بكرا. الله 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 الله، جميلة هذه القصيدة. شوف، بدي أكلمك ببساطة، الجمال لا يمل، أعطني إياها، أعطيها وسأعتبرها مهداة منك إلي. الجمال لا يمل يا صديقي، لذلك سنطمع بالمزيد، ولكن قبل ذلك إلى سؤال مختلف. تفضل. وقد يكون مؤتلفا في نفسك، وبيننا من الألفة ما لا ننكره أنا وأنت على حد سواء. نعم. ما الذي تريده من الشعر يا حذيفة؟ يا لعظمة هذا السؤال، أو يا لعظم هذا السؤال. هذا سؤال من الأسئلة الكبرى، ما الذي تريده من الشعر؟ تفضل. الشعر رسالة حقيقة، الشعر هو رسالة، والشعر مكون من مكونات هذه الثقافة. تمام. ما الذي تريده منه؟ نعم، الذي أريده منه أنا في المرتبة الأولى. نعم. بدون مواربة. نعم، بدون مبالغة، بدون مدارة. في المرتبة الأولى قل ما تحب. في المرتبة الأولى أنا أقول الشعر لكي أعبر عما في نفسي. حلو. لكي هذا بحد ذاته هدف. نعم. إيجابي وإنساني عظيم. وكل من يقول الشعر يقوله لهذا ابتداءً، أو ينبغي أن يقول له لهذا. نعم. نعم. أنا أقول الشعر لنفسي، وأقول الشعر لكي هي الشعر هو أنا أقول في مرآة الروح. نعم، أنا أقول في بيت آخر
عن الشعر واصفا إياه. نعم، قصائد قوم عند قوم فوادح، وليس الذي بث المواجيد شاعرا سوى ترجمان للذين حنائح. فلذلك الشعر ما هو ذلك؟ ذاك الإنسان مثلا على سبيل المثال في الرثاء في المصائب، ذلك الإنسان الذي ينوح ويولول هو إنسان لم يوهب هذه الموهبة، فيعبر عما في نفسه بالصياح والعويل أو البكاء وإلى آخر ذلك. أما الشاعر فهي طريقة للتعبير، الشاعر يختلف عنها أنه يعبر فتصف وتقول. لذلك أذكر عليك إذا كان في وقت الاستطراد، تفضل أكيد. كان في شاعرة وهي إحدى الشاعرات أيضا التي بخست حقها، اسمها الفارعة الشيبانية. أحسنت، هذه أحسنت طرحا. نعم، هذه شاعرة في العصر العباسي، كانت مكثرة من الشعر وشعرها رزين وقوي. أخوها اسمه الوليد الشيباني، هذا رجل من الخوارج خرج على هارون الرشيد، فبعث إليه، وكان رجلا على أنه من الخوارج كان رجلا شجاعا ومقداما وجوادا سخيا، فأرسل إليه هارون الرشيد رجل يدعى أو رجلا يدعى يزيد بن مزيد أحد قوات جيشه ليخمد هذه الفتنة، فقتله وأخمد الفتنة. فكانت تمشي في قافلة هي هذه أخته الفارعة الشيبانية الشاعرة، نعم، وفيها من المصيبة على هذا الرجل وكيف خمدت دعوته ولم يبقى أحد، قتلوا جميعا لم يبقى أحد من رجاله. وكانت تمشي ففي ظل هذه المصاعب ماذا قالت؟ نعم، كانت تمشي فنظرت إلى شجر الخابور، كان الشجر يتحرك، فانظر كيف استمدت من هذه الصورة الطبيعية أشجانا تحولها إلى شعر. قالت: أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تحزن على ابن طريفي. يا إلهي، فتى لا يحب المال، فتى لا يحب الزاد إلا من التقى، ولا المال إلا من قنا وسيوف، خفيف على ظهر الجواد إذا عدا، وليس على أعدائه بخفيف، حليف الندى ما عاش يرضى به الندى، فإن مات لا يرضى الندى بحليف. هذا ما كان يقولنه النساء من شعر. نعم، فما قولك بما يقال اليوم، أو ماذا ستقول الفارعة الشيبانية بما يقال اليوم، أو بكثير مما يقوله هو محسوب على الرجال للأسف، ولا نعدم الخير موجود، ولكن للأسف الكثرة فيها يعني من التظليم على أبناء الأمة ما فيه للأسف. قبل أن أسألك سؤالا عن البلدة التي تنحدر منها وسوريا التي تحب، نريد للختام أن يكون فيه من التحريض ما فيه، نعم، إلى قصيدة الختام، وعساها أن تكون من التفعيلة هذه المرة لا من العمود. صحيح، وإن كنت تنحاز مثلي إلى القصيدة العمودية. نعم، لعلك تنبأت. تفضل. أقول: سيعقد كاتب التاريخ فصلا للدم المهراق. سيعقد مجددا. سيعقد كاتب التاريخ فصلا للدم المهراق، ويجعل اسم ذاك الفصل فصل مصارع العشاق. يا الله. سيكتب معجبا بهم: هنا انتصروا هنا هزموا، فيرعف أنفه القلم لما ضربت من الأعناق. سيكتب معجبا بهم: هنا انتصروا هنا هزموا، فيرعف أنفه القلم لما ضربت من الأعناق. سيروي عن مصاب القوم ما لم يروه ابن كثير، ويذكر ألف كذاب شهدناه وألف مبير. يا الله. ويذكر أعرجا سيسير إلى مجد على الأحداق. سيذكر فتية في الكهف لا يدرون كم لبثوا، أو سيذكر فتية في الكهف لا يدرون كم لبثوا، وأن خلاهم الساعون طرا سعيهم عبثوا، وأن الأمة الغراء قد أزرى بها الشعث، وأن ذئبنا والشات لا ندري لمن ننساق. يا الله. وأن ذئبنا والشات لا ندري لمن ننساق. أموت صمتك المألوف في الضراء أم إطراق؟ أموت صمتك المألوف في الضراء أم إطراق؟ أم إطراق. سيذكر أنها عادت تأم لا تأقوام، وأن سيذكر أنها عادت تأم لا تأقوام،
وأن عجافنا مرت عليها الآن أعوام، فكيف وفي عواصمنا من الأصنام حكام؟ فكيف وفي عواصمنا من الأصنام حكام؟ قاسية هذه. وأن لا شامنا شام وليس عراقنا بعراق. نرجو من الله بعد لفظة فوك يا حذيفة مجددا أن تعود شامنا الشام التي نحب، وأن يعود العراق كما نتمنى وكما يرجو أهله ويستحقون. أنت من الرقة، ولا بد أن الشوق للرقة يسكنك ولا يغيب عنك. وكذلك في الختام لا بد من كلمة توجهها إلى سوريا التي تحب، كلمة للتاريخ، كلمة من الأمل لآلاف أو مئات الآلاف من المعذبين، من الآملين بأن يستيقظوا يوما على شمس حرية وحياة أفضل. ماذا تقول؟ هذا سؤال صعب حقيقة، لأن من أصعب المواضيع التي يتكلم عنها الشاعر هو بلده، وخاصة إذا كان في بلده. هذه رسالة ختامية لك أن تقول ما تحب، ماذا تقول؟ لعلي أقتبس من الجواهر كلمة دائما أرددها واستشهد بها، ألا وهي عندما يقول في إحدى قصائده: سلام على حاقد ثائر. فلعل الثأر، مفردات الثأر وهذه تكثر عندي، فأنا أقول لا بد للصبح من لا بد لليل من صبح يبدده. فالصبر، أنا أعلم أن كلامي لن يزيد، وأن أصحاب المآسي لا يحبون المنظرين، ولكن لا بد من يوم، لا بد أن يأتي يوم ما وننتصر، وتعود الشام، هي شام العروبة وشام الثقافة كما كانت على مر العصور الماضية. قل ولا تتوقف، فإن كلماتك تبث الأمل في وجدان الكثير من الذين لا يزالون يطمحون إلى فجر الحرية، فلا تظنن بكلماتك شيئا من القصور، أو أنها لن تغني ولن تسمن من جوع، بل هي المطلوبة في هذا الزمن، حتى تقول لمن ينتظرون الصباح: إن الفجر قادم لا محالة. حذيفة، مر الوقت سريعا رفقتك، لكنه كان جميلا شعرا ونثرا وحديثا. شرفتنا في بيت القصيد بهذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقي في مناسبات قادمة حول مائدة الشعر بإذن الله تعالى. شكرا حذيفة. جزاك الله خيرا، وزادك شرفا، تشرفتنا حقيقة، وأنا لا أبادلك ثناء بثناء، ولا اتفقنا على هذا خلف الكواليس، وأنت تعلم أني أحبك، وأنا كذلك، ومن كما قلت في البداية أختم به: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فأنا مدين لك، مدين لقناة الرافدين، ومدين لك أيضا. حذيفة الجابري، الشعر السوري، شكرا جزيلا لك. دائما على الشعر نلتقي في بيت القصيد وفي مناسبات أخرى لابد قادمة. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من بيت القصيد. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم، إلى اللقاء.